لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. كريم صبري الحكم الذي يقود هذه المباراة يعرف طبيعة والطقوس التي تحيط بمباريات مثل هذه. كريم صبري يساعد مصطفى أكركاد وعبد الغفور الخيدر أشرف برادة وحكم الرابع في هذه المباراة بين المغرب تطواني وفريق المغرب الفاسي. هنا عبد اللطيف جريندو صورة للذكرى مع هذا الصغير يعرف جيدا ما خلفه عبد اللطيف من إرث كرة حجم اللاعبين اللي توفر عليهم كرة من الكحل يتحصل على ضربة خطائية الأولى في هذه المباراة لفريق المغرب التطواني من خلالها الهدف الأول في هذه المباراة. كرة في منطقة الجزاء والتغطية من دفاع فريق المغرب الفاسي. ما زال الكرة التطوانية جبلي المرة الثانية والكرة تعود لفريق المغرب الفاسي محاولة لمنطقة الجزاء. المغرب التطواني من الرياح يلعب في منطقة الجزاء والمتابعة من الحارس يحيى الفيلاني الذي يتدخل لإيقاف هذه الخطر أمام فريق المغرب التطواني. كرة في منطقة الجزاء وتشيكان بالإمكان أن يكون الهدف الأول في هذه المباراة لفريق المغرب التطواني. هذه فرصة عبر باتشي 24 سنة المهاجم السنغالي الذي كان بإمكانه أن يكون المباراة كقائد كعنصر ثقة آخر في التشكيل. كرة نحو باتشي والتدخل من أحمد رضا تاغناوتي. كرة من الطرف الأيمن لفريق المغرب الفاسي عماد عماد يمر عماد الحكم يتدخل ويقول ضربة خطأ لفريق المغرب الفاسي. كرة ثابتة مثل هذه مساوية تنقل في منطقة الجزاء والتدخل من دفاع فريق المغرب التطواني محاولة عكس هذه الهجمة. كرة من الكحل 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 لاستخلاص هذه الكرة ولمنع فريق المغرب التطواني من تعامل جيدا مع الهجمة المرتدة. مريح نسبيا في البطولة الوطنية على بعد الثلاث جولات. هذه كرة مساوية إمكانية للتسديد والتدخل والحكم يقول خطأ. البطولة عماد رياح من الطرف الأيمن كرة مساوية انقلب منطقة الجزاء قبل الأمر الصعب لكن لم يركز كثيرا في التمريرة الأخيرة. كانت عنده إمكانية أفضل وكانت عنده المساحة لكي يتعامل أيوب الكحل. مازال الإمكانية التطوانية إمكانية للتوغل والتسديد لكن التسديد بعيدة جدا. فاسي تلعب الكرة مساوية في منطقة الجزاء والتدخل من المدن يتدخل تعود من أغردوم الضغط على يتخلص من الكرة ويحاول أن يوصل للأمام. بوريغا 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 هدف أول في هذه المباراة لنمور الصفر. هدف أول في هذه المباراة للمغرب الفاسي. خطر في التغطية الدفاعية في لحظة شروط وخطأ في المحور. شوف الإعادة لما حدث في الكرة الماضية. شوف طريقة استقبال الكرة والعمل الكبير من بوريغا وإتمام الكرة في المرمى. كرة تطوانية نقل الكرة في منطقة الجزاء تدخل دفاع فريق المغرب الفاسي. ما زال الكرة تطوانية وتدخل من دفاع الماس ضربة زاوية كل حكم المباراة لفريق تطواني فرصة لبلوغ هدف التعادل. كرة في منطقة الجزاء ساعة لنقطة البداية ويتمكن من تسجيل الهدف. هدف تعادل 1-1 في مباراة اليوم صدام بين المغرب الفاسي والمغرب التطواني في ملعب سان كارميل. 1-1 نعود لنقطة سعد للدخول كحارس مرمى احتياطي لفريق المغرب الفاسي مكان أحمد رضا الذي استقبلت مرمى الهدف الأول في هذه المباراة. جديد الرياحي المحاصر من طرف لاعبين الرياحي مر والتدخل من رضواني الذي يتدخل لإبعاد الكرة تعود من جديد من غزواني التدخل من فريق المغرب التطواني لكن استخلصها من هرمش لفريق المغرب الفاسي. الحكم يقول خطأ نعم كان خطأ في الكرة الماضية لفريق المغرب الفاسي. هرمش تلعب كرة تطوانية في منطقة الجزاء بالرسم المشهور ودبر لها محيح ومن تابع هذه الكرة لكن بعيدا عن مرمى الحارس صلاح الدين شاب. كرة تطوانية في منطقة الجزاء المتابعة من طرف صلاح الدين شاب. الحكم يرفع الراية ويقول مرمى تطواني كرة في منطقة الجزاء لكن الحكم يأمر بإعادة التنفيذ مرة أخرى. كله لم أعطيك الإشارة لتام محساني كرة تطواني رضواني كرة من الطرف الأيسر مازال لفريق المغرب التطواني والتدخل من دفاع فريق المغرب الفاسي. ضربة زاوية أخرى ضربة شوف بولوس شوف العمل الكبير من باتشي سدد باتشي والتدخل من حارس المرمى صلاح الدين شاب كتلو الشجاعة لتسديد باتشي.
المهاجم السنغالي الذي يتسلل كرة من بوريغا 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 يحاول أن يمر لكن التدخل من محسني الحكم من ضمن أنه كانت هناك رأي مرفوع على مرسي بوريغا في الكرة الماضية. ممتاز ممتاز عماد ممتاز عماد كرتك يا عماد تعود للمرمى الفاسي تسدد من حرش ومن سددها مسجل الهدف الأول في هذه المباراة لكن غاب عنه تركيز وتتحول الكرة بعيدا من إدريسي مسواني والتدخل والحكم يكون خطأ الحكم يكون خطأ لفريق المرمى الفاسي. الكرة ثابتة لفريق المرمى تلعب في منطقة الجزاء تلعب المتابعة بالرأس والتدخل من ياسين جبيرة رياحي رياحي نقل الكرة للأمام ممتاز ممتاز يا سلام كان بالإمكان أن يكون الهدف الثاني لفريق المرمى الفاسي من صناعة فاسية. الكرة الماضية كان بإمكان القائد جناتي أن يتمكن من تسجيل الهدف للمرمى الفاسي. تلعب في القائمة الأول التدخل من جبيرة ضربة سوي أخرى لكن الحكم ميونية نقل الكرة من الجهة اليسرى لفريق المرمى الفاسي حاول أن يمرر لكن تدخل دفاع فريق المرمى التطواني من رضواني إلى الفردوسي الفردوسي ينقلها للجانب لا يملك حل لكن يبعد الكرة من تعود للمرمى التطواني والحكم يطالب بمواصلة اللعب ممتازة جدا والتدخل من يحيى الفلالي تسديدة وهي تسديدة للمرمى الفاسي كان بالإمكان أن يكون هدف ما قدمه المنتخبات الوطنية. كرة من المغرب التطواني والتدخل لحارس المرمى صلاح الدين شهاب شهاب يتدخل ويبعد الخطأ رضواني رضواني في منطقة الجزاء في القائمة الثانية نحو كولوس 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 والتدخل من صلاح الدين شاب لعب بشكل ممتاز جدا صعب المأمورية كثير على صلاح الدين في منطقة الجزاء والتدخل من دفاع المرمى الفاسي مازال الكرة مع حساني ولا لا كان بالإمكان أن يكون واحد من أجمل أهداف مباريات تلعب مرة أخرى في منطقة الجزاء والتدخل من صلاح الدين صلاح الدين يستحق كأس العالم. كرة للمرمى الفاسي نقل الكرة في منطقة الجزاء والهدف للمرمى الفاسي. المغرب الفاسي يتمكن من تسجيل الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة 62 خطأ في التغطية مرة أخرى لدفاع المرمى التطواني يستخبر بهدف ثاني لنمور الصفر. المرمى الفاسي يتحين نصف فرصة والمرمى التطواني يؤدي الكرة من جديد لفريق المرمى الفاسي إمكانية للتواخر والتدخل بشكل ممتاز من يحيى الفلالي. المرمى الفاسي كرة للأمام الإمكانية كلوس 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 منطقة الجزاء والتدخل من صلاح الدين شهاب يستحق أن يكون رجل كرة للمرمى الفاسي الخطورة فاسية والقائم يمتنع عن قبول الهدف الثالث في هذه المباراة للمرمى الفاسي. المغرب رضواني للأمام للأمام فرصة من غطاس والتدخل والتدخل من أجردوم قد تكون لمين لمين يسدد لمين الكرة للمغرب التطواني والهدف الهدف يا سادة هنا في تطوان الهدف يا سادة هنا في لايبيكا الهدف هنا يا سادة في الحمامة التي تطير فرحا بهدف تعادل بهدف التعادل في مباراة مجنونة في الشوط الثاني في مباراة المنافذ والحلول لكزير 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 هدف للماس هدف للماس في الدقيقة 95 من المباراة في الدقيقة 5 من الشوط الإضافي الأول للماس لكزير مرة أخرى للمرمى التطواني لانطلاق الكرة في منطقة الجزاء لكن تدخل من طرف حارس المرمى صلاح الدين